باسمي وباسم جماعة الكويت، أرحب بأعضاء القافلة الطبية وإذ نتمنى لهم التوفيق في هذه المهمة التطوعية الخيرية الإنسانية، وأرجو من الله العلي القدير أن يتقبل منهم صالح أعمالهم، ولهم أيضا جزيل الشكر على تحملهم معنا السفر إلى هذه القرية في سبيل تقديم العون الصحي لفائدة ساكنة تيلوكويت، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إنها فرصة لأقدم بشكري الوفير لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذه المبادرة الفريدة، خاصة جمعية تمازيرت اللي هي في منطقة تيلوكويت، وجمعية المغربية لرعاية الصحة، وأثني على التعاون الذي قامت به السلطات الإقليمية على رأسها السيد العامل، والسلطة المحلية على رأسها السيد القائد، القوات المساعدة، وكذلك عناصر الدرك الملكي، وأحيي حاليا لجنة التنظيم والمجلس الجامعي الذي وفر الإيواء والأكل، وأيضا نتمنى يعني كل من استفاد من هذه الخدمات الصحية الشفاء العاجل وخير لهذه المنطقة إن شاء الله. وهذه القافلة متعددة التخصصات، فيها عدة تخصصات مثلا بحال طب الأطفال وطب الأسنان وطب العيون وعدة تخصصات أخرى، وجاءت خصوصا للرفع من المنسوب الصحي الاجتماعي ديال هذه المنطقة لأنها تعرف خصوصا في هذا المجال، وكانت بمبادرة من الجمعية وبتنسيق بعض الأعضاء ديالها مع بعض أخرين اللي من الجمعية ديال رعاية الصحة بالمغرب. وممكن نقول بأن العدد المستفيدين من خلال الإحصائيات بلغ مثل البارح كعدد تقريبي 600 فرد، فيهم نساء ورجال وأطفال ومختلف شرائح ديال الأغلبية ديال الدواوير ديال المنطقة.